السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا احنا ما بعدناش عن بعض، بس انا حبيت اعمل الجزء الثاني من الفيديو اللي هو ايه الفطائر طبعا الحلوة، علشان الفيديو اللي عدى دوت طول قوي عليكم عشان ما تزهقوش مني. هنشتغل بقى في العجينة وهقول لكم هنحشيها ايه. حشوة اقتصادية وسهلة وسريعة جدا، اي حد يقدر ان هو برضو ايه يعني عند كل الناس في المطبخ. طبعا انا الفطيرة ديت انا طبعا هحشيها ايه. في هنا اهو ده عندي هنا جوز هند اهو، وفي هنا هو الزبيب اهو هنحطه اهو، وحطينا هنا اهوت برضو شويه سكر، وهنحط عليهم ايه عشان يديها طعم حلو كده، هو يديها لذيذه يبقى يعني ايه طعمها حلو. هنحط هنا اهوت ايه معلقه قرفه صغيره، وطبعا ايه هنقلبهم مع بعض. طبعا هنراجع مع بعض العجينه عشان الناس اللي اول مره تشوفنا في الفيديو ده وما شافتناش في الفيديو اللي فات وعايزه تعرف العجينه ديت عملناها ازاي. طبعا العجينه دي كوباية لبن رايب صغيرة، عليها نص كوباية زيت، عليها نص كوباية مية، كله يعني مية لا سخنة ولا ساقعة عادي. لبن رايب عايزها يعني يعني عايزها مية ساقعة اوكي عادي يعني ما فيش مشاكل. طبعا ايه احنا فردنا هنا اهو، طبعا احنا عجبنا ضربناهم مع بعض، واحنا بنحط الدقيق حطينا ايه حطينا عليه شوية معلقة صغيرة بيكنج باودر، وحطينا وانا براجع معاكم انا حطيت ايه، وحطينا عليها اللهم صل على النبي معلقة يعني مش معلقة لا كده هو ربع معلقة ملح وربع معلقة سكر، يعني سكر ممكن تزودي السكر شوية، سكر في الحادق والحلو، لان دي العجينة ديت تمشي الاتنين. طبعا انا عملت بيها في الفيديو اللي فات الحادق، والمرة دي بنعمل بيها ايه الحلو الاصناف الحلوة. طبعا كل البيوت عندها ايه عندها سكر في البيت، عايزة تحشيها بس كده سكر وشوية سوداني اوكي ماشي. يعني هجيب لك بجني سوداني، ويعني لو العمليه يعني ايه ما فيش وكده هو دونتي طبعا عايزه تحلي بقك وبق عيالك، او ممكن تفطري بيها برضو هيبقى فطار حلو، فطبعا ايه مش هيقول لا. السوداني برضو حلو ومغذي وفي كل الفيتامينات الحلوه اللي تفيدنا برضو وتفيد جسمنا. هنفرد ديت بقى، وطبعا حبايبنا العرب بيسموا السوداني الكوكو. انا ما اعرفش والله هم يعني السوداني وجوز الهند، انا بشوف ناس بتسميهم هما الاثنين الكوكو، فانا ما اعرفش بقى يعني اصل السوداني هما بيسموه ايه، بيسموه لوز تقريبا في كده هو حبايبنا كده العرب بيسموه لوز حاجة كده هو دي يعني حاجة من أنواع المكسرات، ما هم بيسموا السوداني على اسمها. فطبعا كل دولة بتسمي ايه الحاجة، وممكن حتى لو انت مش عايزة تعملي خالص هتحط لها شوية سكر، يعني مثلا لو ما عندكش اي حاجة بس انت عايزاها مثلا حلو عندك شوية قرفة حطي شوية قرفة، شوية زعتر على السكر هيبقى جميل جدا، اي حاجة شوية كمون على السكر هيبقى حلو وهيبقى طارد للغازات وهيبقى جميل جدا. هندهن ديت بقى وهجيلكم. طبعا انا برضو هدهن كده هو قدامكم عشان الناس اللي هي ما شافتش الفيديو اللي فات تشوف انا عملت ايه وبالتفصيل. طبعا بس العجينة بقى هي اللي كانت ايه متبقية ايه من الفيديو اللي فات. طبعا انا عملت بيها الحادق ودلوقتي بعمل بيها الحلو، ربنا يحلي ايامكم ان شاء الله وييسر لكم الحال
تنسونيش بقى في الدعاء، الدعوة الحلوة بتاعتكم أهم من اللايك والاشتراك والشير والحاجات دي، هي برضه مهمة بس إيه، بس الدعوة أهم من إيه، من الكلام ده كله، هي اللي هتفضل موجودة في الدنيا وفي الآخرة. لكن اللايك بقى والشير والاشتراك والكلام دوت طبعا هيبقى موجود في الدنيا بس، لكن مش هيبقى موجود معانا في الآخرة. الآخرة بس اللي احنا بنعمله هو ده بس اللي بيبقى ايه قاعد لنا وفاضل لنا. هنطبق بقى كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا نقفلها كده من الجنبين وهتبقى احلى ايه، احلى فطيرة. وممكن كمان نحشيها شوكولاتة، اي شوكولاتة بقى. هبقى برضو اجيب لكم مرة تانية الحشوات اللي ممكن تعملوا بيها الفطائر ديت. طبعا انا اهو فردتها وهدهنها، طبعا العد دي اللي قبليها انا نسيت اطبقها او اطويها زي ما بعض الناس يعني بتقول كده. هوت انا اهو دهنتها اهو زي ما انتم شايفين، واطبقها كده نخليها كده عشان بدل ما نقعد ايه نفرد التاني يعني كده اهو. ممكن بقى نفرد ايه الجزئية اللي احنا طبقناها دي بس عشان تطول كده معانا عشان نقدر ايه نحشي بقى فيها. وطبعا النشابة دي السريعة دي فعلا هي سريعة وبتوفر في الوقت احنا وايه احنا وبنفرد العجين. هنا هو اهو اهو السمنة اهو. طبعا السمنات والحاجات دي طبعا بتوفر معانا، مش بتوفر معانا، بتخلي العجينة ناجحة. يعني ممكن مثلا ايه لو انت عملتيه بالزيت مش هتطلع كده هوت، زي عايزة تحطي زيت على سمنة ماشي، لكن مش هينفع زيت لوحده، هتبقى مقرمشة، هتبقى برضه طعمها لذيذة بس هتبقى ايه، هتبقى مقرمشة خالص و مش هيبقى فيها يعني طراوة. لو في اطفال ولا حاجة هتبقى بالنسبة لهم مقرمشة قوي. طبعا هجيب لكم ان شاء الله وصفات كتير عشان تعملوها لاولادكم والبنات الحلوة الكبيرة، طبعا هي اللي هتعمل لنفسها الايه المعجنات الحلوة دي عشان ايه تاخدها معاها الكليات والمدارس بتوع الثانوي بقى والكليات. طبعا ايه مش هيستنوا لما ماما هي اللي تعمل لهم، لأ هما اللي هيخشوا المطبخ ويعملوا الفطائر ديت. شايفين ازاي شكلها حلو وجميل اهو. وجيت لكم تاني اهو بعد ما خلصت. طبعا انا دهنت الوش، دهنته لبن رايب كده اهوت، يا اما تدهني بقى عايزه تدهني بيضه ماشي، صفار بيضة ماشي وشوية لبن او حبة لبن كده هو تدهنيه وترشي بقى عليه ايه، ترشي عليه السمسم عشان الاولاد بيحبوا السمسم على الحاجة اكتر من اكتر من حبة البركة. فانا حطيت ايه، حطيت عليه سمسم. وممكن كمان الحلو عشان تعرفوه ان هو حلو من الحادق ترشوا على الوش ايه شوية سكر، بس يكون السكر مش سكر ناعم، لا عشان السكر الناعم بيتكرمل بسرعة وبيتحرق في النار. لكن انا عايزة تحطه على الوش سكر خشن علشان السكر الخشن دوت بيدي كده هو لون جميل قوي بيلمع زي سوري بيبقى عامل كده هو زي حبات الكريستال على وش المعجنات لما بتستوي بيدي لون جميل قوي للمعجنات. يا رب النهارده تكونوا استفدتوا معايا بالسلسلة السندوتشات اللي انا الحلو والحادق اللي انا قدمتها لكم. يا رب كلكم تعرفوا تعملوها، ما تنسونيش في الكومنتات الحلوة اللي بتشجعني وتخليني اعمل لكم وصفات حلوة وسريعة واقتصادية. واللايك طبعا، قبل اللايك قبل اللايك الدعوة الحلوة بتاعتكم، وطبعا اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة لحد دلوقتي يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. ونختم كلامنا وسلامنا على حبيبنا ورسولنا محمد ابن عبد الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا حبيبي يا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقابلكم في سندوتشات تانية جديدة واقتصادية برضه.